صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون هذا الفال للأسبوع الرابع والأخير من شهر 9. إن شاء الله فالكم فال خير وفال إيجابي، وغادي نبداو كالعادة بصاحبة البشرة البيضاء. فهذه انت يا صاحبة البشرة البيضاء، وهذا الحظ ديالك. متزوجة، أرملة، مطلقة، عازبة، عندك حبيب أو ما عندكش، فالفال لك. هذا قلبك، تخمامك يأتيك الله. قلبك، تخمامك يأتيك الله. قلبك، تخمامك يأتيك الله. قلبك على الرجل الابيض، كتفكري في المادة، وغادي تكوني شوية هاد الاسبوع مقلقة، ويعني عندك تعب وعندك حاجات يعني غادي تقلقك، ما غاديش تكوني مرتاحة نفسيا. هنا اللي عندها البيض وكتقول واش غادي يكون عندي حمل، غادي يكون ولكني مشاكل، ممكن يكون عندك يعني تضيعي الحمل ديالك، وخصوصا اللي عندها الابيض، سواء كان الابيض عريض الكتاف او ابيض نحيف. النتيجة ديال هاد علاش ان هنا كيبان لي غادي يكون عندك خسارة الحمل ديالك، لان عليك طاقات سلبية او شي حد كيدير لك سحر. وكاين اللي غادي يدخل في حياتها شخص جديد، خصوصا هذه اللي عندها الرجل الابيض، الحبيب كان او الزوج، فكيبان هنا شخص جديد، ممكن ذكر او انثى، غادي يدخل في الحياة ديالك، ولكن غادي يكون معاه بعض العراقيل، بعض المشاكل. كنشوف كنتي البيضاء كتشوفي هنا السفر، سفر قصير ماشي بعيد، او عندك مشاوير كثيرة غادي تقومي بها، وخاصة في الليل. وبعد هاد السفر للمسافة قصيرة، فالبعض منكم اللي هي بغى تسافر للبلد البعيد، فعندك عكوسات على هاد البلد البعيد، ما كاينش سفر في هاد الاسبوع هذا. وحتى الا كنتي كتنتظري شيء من البلد البعيد يوصلك، ما كاينش، يعني كاين غيار بما يخص البلد البعيد او السفر البعيد. اما السفر لمسافة قصيرة، فغادي يكون عندك بالليل ولا ضرر فيه. وكنشوف هذا الاسبوع غادي تكوني كتفكري من الناحية المادية بزاف، والاغلبية ديال البنات ديالكم اللي شغلها هو الابيض، فانت اللي شغلك الابيض بزاف. ف إذا كنتي كتنتظري مكالمة هاتفية، هاد الأبيض راه مازال غادي يهضر معاك، ولكن كاين الأهل ديالو أو الأم ديالو ما باغياكش، وممكن تكون كدير لك حتى طاقات سلبية. فكيبان لي هنا اللي عندها الأبيض، سواء كان حبيب أو زوج، فعندك مشاكل من ناحية ديال السحر، عليك هاد الاسبوع طاقات سلبيه، وكاين اللي كيبغي يسبب لك مشاكل. الابيض راه كيبغي يكون انت طايحه في حجره وغادي يهضر معاك، ولكن الاهل او الام ديالو ما باغيينكش. والبيضه اللي هي حامله، الحمل ديالك كيبان لي هنا ما غاديش يكمل، وهذا ناتج على السحر، ودائما من طرف الاهل ديال الزوج. وكاين البيضه اللي غادي يدخل في حياتها شخص جديد، هذه اللي عندك الابيض، سواء زوج او حبيب، كاين انسان جديد غادي يدخل في حياتك، ممكن ذكر ممكن انثى، وغادي يكون عندك معها او معه مشاكل. بالنسبه للاداره او العمل او الدراسه او المحكمه، فعندك هنا ناس غادي يساعدوك، وغادي تفرحي على كل ما يخص الاداره، الدراسه او المحكمه او العمل، فكاين الناس واقفين معاك، وغادي تفرحي بخصوص هذا الامر هذا اللي قلنا خاص بالدراسه، عمل، محكمه او ادارات. بالنسبه للحظ ديالك، شويه غادي يكون
يعني ناقص، غادي تحسي بتعب، تحسي بعياء، غادي تقولي ما عندي زهر، ما الحظوظ ديالي ناقصة، هكا غادي تكوني انتي كتحسي. اما بالنسبة قلنا للموظفات او اللي هما عندهم حاجة في المحكمة او ادارة او في الدراسة، راه كاين اللي غادي يساعدكم. وبالنسبة للأحبة فهنا الأسمر، الأسمر كيبغيك، كاين رجوع مع الأسمر، اللي وقف على الطلاق مع الأسمر لن يتم الطلاق مع هذا الأسمر، هو كيشوف لك انت اللي رد عليه بالظهر. هذا الأسمر قلنا ممتاز، كاين حب، كاين رجوع، طلاق ما غادش يتم، اللي هي وقف على الطلاق راه ما غادش يتم. لما هو كيشوف لك انت كتردي عليه بالظهر، ولما انت كتشوفي ليه هو كيرد عليك بالظهر. هذا الأسمر هذا عنده حاجات إيجابية من الناحية المادية، غتحسن الأمور ديالو، راه كيبغيك وسير معاك في نفس الخط، وغادي يكون عندك معاه أشياء جميلة في هذا الأسبوع هذا. من الناحية المادية هو عنده تيسير من الناحية المادية، حتى إذا كانت عنده هاد الأسمر أوراق، فالأوراق غادي تكون متيسرة ليه، غادي يكون ظاهر عليها. وبالنسبة اللي عندها الحنطي، فالحنطي غادي يكون مشغول جدا، يعني هو رد وجهه للناحية اليسار وانتي لليمين، هو مشغول جدا، عنده أمور إدارية أو عنده أمور في محكمة أو في عمل، عنده حاجات مشغول بها ومازال غادي ينجح في هذه الحاجات هذه. ولكن إلى شفنا قلبه وتفكيره فهو معك ومغير عليك، يعني هز لك الهم، كيفكر في الأمر ديالك بشكل كبير، وهو كيفكر في الزواج، فما تخافيش واخا يغيب عليك مدة طويلة فهو نيته صافية وما باغيش أنه يخسرك. يعني إلا انتي كنتي كتهدديه وكتقولي ليه أنا غادي نمشي وغادي نخليك وناخد رجل آخر، فهو ما باغيش هذا الأمر وكيضرو في خاطره، هو راه باغي معاك الزواج، باغي يرتبط بيك وما باغيش يخسرك، وراه حاس بيك ورافد الهم ليك، يعني هز همك، حامل همك، وراه باغيك في الخير. بالنسبة اللي هي كتسأل على رجل أبيض نحيف، فالرجل الأبيض نحيف خصوصا المتزوجة، ردي بالك ممكن يكون طلاق ولكني بعده غادي يكون رجوع، غادي تحسي بألم، غادي تحسي بألم الطلاق، غادي تحسي بألم كلمة طلاق، ولكني بعدها راه كاين رجوع. بالنسبة اللي كتشك في الحنطي وكتقول واش عنده طرف ثالث، ولو يكون كيهضر مع مرأة أخرى أو انت شاكة أنه يهضر مع مرأة أخرى، فماشي حب، هو عمل، اي شيء كتشوفيه كيهضر فيه مع مرأة او جا شي حد قالك راه كيهضر مع مرأة اخرى فهو بخصوص العمل، فهذا ما جا في الحظ ديالك يا البيضاء. فقلنا اللي عندها الابيض وانتي حامل، ردي البال على الحمل ديالك، واللي كتنتظر حمل ما غادش يكون عندك حمل، وراه عليك سحر من طرف الاهل ديال الزوج ديالك او من طرف مراه كبيره في السن، واللي كتنتظر مكالمه من هذا الابيض هذا راه المكالمه غادي تجيك، الا كتشوف واش كيبغيك ولا ما كيبغيكش، كيبغيك بينك وبينه حاجه ثقيله او بينك وبينه حاجه ماديه، ولكن راه كاين الاهل ديالو اللي ما باغينكش وكيدير لك معاه طاقات سلبيه باش انك ما تعيشيش معاه فرحه او انه يخليك. قلنا بالنسبه للطريق فعندك طريق صغيره، مسافه صغيره غادي يكون عندك بالليل، او عندك مشاوير كثيره غادي تقضيها بالليل وغادي تكون جيده. اما فيما يخص السفر فعندك عليه حاجات غير جيده، يعني عندك غيار على غادي تقلقي بخصوص السفر لبلد البعيده، او غادي تقلقي بخصوص السفر الطويل. هنا بالنسبه للاسمر، فالاسمر كيبغيك بزاف، كاين رجوع مع هذا الاسمر وتصالح، حتى الا كنتي واقفه مع الاسمر على الطلاق فلن يتم. كنشوف الاسمر فاش كيقرب لك انت كتبعدي، وهو فاش كيبعد انت كتشوفي ليه، مازال الاستمراريه عندك مع هذا الاسمر هذا. هذا الاسمر حالته الماديه في تطور، حتى الاوراق اللي عنده راه عنده تسهيلات عليه على الاوراق اللي كيجري فيها. بالنسبه للحنطي ف
فالحين طين واخا ما كاينش معاك بالجسم ديالو، فهو بالقلب ديالو معاك، هو مشغول في العمل في الإدارة او عنده شي قضية في محكمة، اما هو فراه كيفكر فيك بقوة وحامل لك الهم، وكيفكر في الظروف ديالك، وكيفكر بنية سليمة في الزواج، وما باغيش يفقدك، فما تبقيش تهدديه وتقولي له راه غادي نخليك غادي نخليك. هو للظروف ديالو ما كتسمح ليش، هو انسان طموح، مازال حالته حتى هو المادية غادي تكون متسهلة. بالنسبة للأبيض النحيف، فلو يكون هذا الأسبوع هذا عندك معاه مشكل أو ينطق حتى بالطلاق والفراق، وخيتم هذا الطلاق من بعد غادي يكون رجوع. قلنا هذا الأسبوع غادي تكوني شوية مقلقة، ودائما كتحسي بتعب أو كتحسي بتوتر نفسي أو قلق نفسي، أما من ناحية المادية فالأمور بعد 3 أيام غادي تكون الأمور المادية اللي كتفكري فيها متسهلة. هذا ما جاء في الفال ديالكم بصفة عامة للأسبوع الرابع والأخير من شهر 9، وغادي نشوفوا للحنطية. ما تنساوليش البنات الضغط على لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات، واقتسام رابط القناة مع الاهل والاصدقاء ديالكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، شكرا للتعليقات ديالكم البنات، واخا ما كنردش على الكل فالحب ديالكم راه وصلني، كنبادلكم نفس الحب. سمحوا لي ما كنردش عليكم، المهم انا على قدر المستطاع كنحاول نرد ولو بحاجات بسيطة عليكم البنات. كنشكركم بزاف بزاف على التعليق، البنات اللي كديروا لي لايك كنشكركم من اعماق قلبي. قد ما كان المشاهدة اكثر، قد ما كانت لايكات اكثر، قد ما كانت التعليقات ديالكم اكثر، قد ما انا ندير لكم فيديوهات اكثر واكثر ونلبي لكم الطلبات ديالكم. ونشوفوا الحنطية، هذه انت يا الحنطية، وهذا الحظ ديالك للأسبوع الأخير والرابع من شهر 9. إن شاء الله فالك فال خير يا الحنطية، متزوجة مطلقة أرملة عازبة، كنت بحبيب أو من غير حبيب، هذه القراءة لك. هذا قلبك تخمام كيأتيك الله، قلبك تخمام كيأتيك الله، قلبك تخمام كيأتيك الله. قلبك شوية متضايقة متغيرة، ما عجبكش الحال ديالك، ما عجبكش الأوضاع ديالك، كتفكري في المادة. غادي تحصلي على حاجة كبيرة، ممكن مبلغ مالي كبير، ممكن حاجة مادية اللي هي قيمة. هنا كنشوف القلق اللي كتحسي به خصوصا من ناحية ديال الفلوس، وكاين اللي عندها غضب او قلق مع الحنطي وحتى الاسمر. الاسمر الا كتسالي سواء كتسالي واش كاين عنده طرف ثالث هذا الاسمر هذا، فكنشوفو عنده هذا الاسبوع طرف ثالث كيهضر مع مرأة اخرى. الاسمر الاسمر معصب ومغير، وممكن يكون شوي خلاف او غيار بينك وبينه، انتبهي يلي عندها الاسمر. فهنا قلنا غادي تكوني مغيرة خصوصا الناحية المادية، وكاين اللي غادي تكون مغيرة ومقلقة بخصوص الحنطي واللي عندها كذلك الأسمر. نشوفوا الأسمر في الأول، فالأسمر غادي يكون عصبي، عنده التابعة والعين والحسد، وغادي يكون عندك معاه غيار كبير، وغادي يكون مشكل كبير. هذا الأسمر هذا راه كيهضر مع امرأة اخرى، يمكن البعض فيكم الاسمر غادي يرجع للزوجة ديالو السابقة او الحبيبة ديالو السابقة، وخصوصا اللي عنده اولاد، اللي هو عنده اولاد عنده رجوع للزوجة او الحبيبة السابقة. عندك مشاكل مع هذا الحنطي اللي ما عندوش اولاد، غادي يوقع مشكل وغادي يرجع لك، ويرجع لك بشكل جديد، و تغييرات في التصرفات ديالو، التعاملات ديالو بشكل
اريح وبشكل اللي تبغيه انت، وغادي يكون اتصالات وغادي يكون عندك معاه حظوظ بعد هاد الازمه اللي غادي تمر بيناتكم. ولكن اللي عندها الاسمر عنده ابناء من امراه اخرى، انهم تزوجوا عنده ابناء، انت ما راجع ليكش، غادي يخليك بصفه نهائيه، سواء كان متزوج بيك او كان الحبيب ديالك وعنده امراه اخرى وعندها اولاد، غادي يرجع لها وغادي يخليك. وتانتي اللي عندك الحبيب مزوج وعنده اولاد، غادي يخليك. وكنهضر على الاسمر اللي ما كاينش هاد الحاله هادي، فغادي يدوز بيناتكم غيار ومشاكل، ولكن من بعد غادي يرجع بشكل جديد وبشكل اللي غادي يعجبك، وغادي يكون اتصالات كثيره بينك وبينه، وغادي تكون بيناتكم حظوظ كثيره، وغادي يستمر معاك. بالنسبه للحنطي، فكنشوفك انت مغيره من هذا الحنطي هذا، وما عاجبكش وشاكه فيه وكيتاخر عليك ومعدبك. ولكن هذا الحنطي الا انت كنتي كتقولي واش كاين زواج، راه كيفكر في الزواج وكيفكر في الدخول للعتبه. وحتى الا كان زوجك هذا، فراه عندك معاه حاجه كبيره غادي تفرحي انت وياه عليها، وحياتكم العاطفيه غادي تكون رائعه جدا في هذا الاسبوع. واللي كتسأل على الأبيض، فالأبيض راه عنده أرزاق وعنده فلوس كثيرة، وحتى هو كيفكر في الزواج. ولكن الأبيض اللي هو يلبس خاص، لباس خاص في العمل ديالو، أو هو يعمل في مصلحة حكومية، في الأمن، يكون جندي، يكون دركي، يكون مثلا مقاطعه او بلديه او عماله، شي حاجه اللي تابعه للحكومه، او كيلبس زي خاص بالعمل ديالو، فهذا عندك معاه زواج وكيفكر في الزواج، وعنده ارزاق كثيره هذا الابيض هذا. ومازال غادي يقول لك اخبار مهمه جدا، وكيشوف العتبه وباغي يدخل العتبه. وإذا كان الزوج ديالك هو هذا الأبيض، فراه الأبيض عندك معاه فرحة كبيرة المتزوجة، وعنده أشياء جديدة في العمل دياله، يمكن تكون عنده ترقية أو مبالغ مالية زائدة. وإذا كان الأبيض بعيد، راه راجع للدار دياله. وهذا الأبيض هذا واخا عنده أرزاق وعنده تطورات من ناحية العمل، فهو معرض للغدر، فلينتبه في هذه الايام الجايه، في هذه الاسابيع، في هذا الاسبوع الجاي، يعني هاد 7 ايام عنده شي حاجه غادي تغدر عليها بخصوص الفلوس، فهو غادي ياخذ فلوس بزاف، ولكن يرد باله في هذا الاسبوع هذا. بالنسبه للعاطفه، فكاين البعض فيكم اللي غادي تجيها هدايا هذا الاسبوع، وخصوصا اللي عندها الابيض النحيف، هذا غادي تجيك منه هديه كبيره. واللي كتسال على العمل، فعندكم اشياء جيده وممتازه بالنسبه للدراسه، العمل، الاداره والمحاكم، عندكم نصره، عندكم نجاح. وهذا الابيض النحيف هذا عندك هديه كبيره او رزقه غادي تجيك من عنده، سواء كان حبيب، اخ، اب، صديق كتعرفيه، عندك معاه حاجة جد جد ممتازة مادية. وهذا الأبيض النحيف راه كيشوف لك الزهر ديالك، وعندك معاه حظوظ، وممكن يساعدك في العمل. إذا كنتي كتبحثي على عمل، هذا الرجل هذا راه غادي يساعدك في عمل وغادي يوقف معاك. أو حتى إذا كانت عندك شي حاجة في إدارة أو محكمة، كاين رجل أبيض نحيف اللي غادي يساعدك بهذا الخصوص هذا. فقلنا انتي يا الحنطيه، مازال غادي يكون عندك لقاء مع امراه سمراء، وكانكم غادي تمشيو لمكان قريب، او عندكم حاجات غادي تقضيوها انتي وياها بخصوص اوراق، عندكم خروجات انتي وهاد السمراء تقضيو اشياء بخصوص الاوراق. انتي كتكوني هنا مقلقه ومغيره وكتحسي بتقل، وهذا ناتج عن السحر، فاللي كتحس بالثقل وصداع الراس والكتاف ضارينها واسفل الظهر كيضرك، فانتي راكي عندك سحر.
هذا ما قال الفال ديالكم يا الحنطيات. فقلنا غادي تحسي شويه بتعب بغيار وبقلق من الناحيه الماديه من ناحيه ديال الفلوس، وكاين اللي غادي تحس بقلق من ناحيه ديال هذا السيد اللي هو حنطي، كانه ما عطيكش وقت، كانه رد عليك بالضهر وبقيتي كتشكي فيه. لا، راه مازال دايرك في باله، راه الا كان زوج راه مازال غادي يرجع لك بالشكل اللي تبغيه، راه كيبغيك فقط، يمكن عنده اشغال او هو عنده حاجات كيقضيها بسكات، او باغي يعاود الحسابات ديال الحياه ديالو، فهو سد على راسو. هذا الحنطي هذا الا كان زوج راه بينك وبينه حاجه كبيره، غادي تفرحوا على حاجات كبيره ماديه، وهذا الاسبوع غادي تكون الحياه العاطفيه ديالكم في تحسن. وانتيا اللي عندك الحبيب حنطي فراه نيتو صافيه، ممكن يقول لك على الزواج، لان انا كيبان كيفكر في الزواج ونيتو صافيه وصادقه وباغي يدخل للعتبه. وكنقول كذلك اللي عندها الابيض فالابيض نفس الشيء، كيفكر في العتبه وكيفكر في الزواج، ولكن هنا خاصه اللي يلبس لباس رسمي او هو عنده عمل في مصلحه حكوميه، هذا هو اللي غادي يكون عندك معاه زواج. هذا الابيض عنده تطور مادي، عنده يمكن ترقيه في العمل او مال زايد من العمل، باغي يقول لك خبر مهم غادي تسمعيه. هذا الابيض هذا عنده غدر في هذا الاسبوع، واخا غادي يربح اموال فكاين اللي غادي يديرها به او يحفر ليه حفره وياخذ ليه فلوسه، فيكون منتبه هاد السبعه ايام هادي. وإلا كان هذا الزوج ديالك فراه بينك وبينه حاجات ايجابيه هذا الابيض هذا، وقلنا الابيض الناحف فراه كيبغيك وكيموت عليك وغادي يعطيك هديه قيمه او شي حاجه كبيره غادي تحصلي عليها من هذا الابيض الناحف. وقلنا من ناحيه ديال العمل راكي غادي تكوني مزيانه في العمل، عندك حاجات ايجابيه في العمل او دراسه او في المحاكم او الادارات، وراه كاين رجل ابيض اللي غادي يساعدك سواء في هذه المسائل الاداريه او التعليميه او العمل، راه كاين اللي غادي يوقف معاك وعندك معاه حظوظ كثيره هذا الابيض الناحف. وصافي هضرنا على كل شيء وقلنا الاسمر الاسمر ردي بالك اللي عندها الاسمر، لان غادي يوقع بيناتكم مشكل كبير وهذا ناتج عن العين والحسد، ممكن يكون فراق. هذا الاسمر راه عنده طرف ثالث، وهذا الاسمر هذا راه غادي يرجع للطرف الثالث، الا كانت عنده زوجه غادي قبل منك راه غادي يرجع لها، والا كانت حبيبه راه غادي يرجع لها، وخصوصا الاسمر اللي عنده ابناء، وهذاك اللي ما عندوش ابناء غادي يكون عندك معاه مشاكل وغيار، ولكن من بعد غادي يكون تصالح وغادي يرجع لك بحله جديده، وغادي تكون العلاقه ديالكم احسن واحسن، وغادي يكونوا اتصالات بيناتكم اكثر، وغادي تكوني محظوظه مع هذا السيد من بعد. وقلنا الحنطيه غادي يكون عندك خروج مع امراه سمراء لقضاء اغراض مهمه خاصه بالاوراق، ممكن سفر لمسافه قصيره، او غادي يكونوا عندكم تحركات كثيره. وكنقول لك انت الحنطيه اللي كتحسي بصداع الراس وتقلع على الاكتاف واسفل الظهر، فانت عندك سحر عالجي نفسك. هذا ما قال الفال ديالك يا الحنطيه، وغادي نشوفوا الفال ديال السمراء. فهذه انت يا السمراء، وهذا الحظ ديالك للاسبوع الاخير والرابع من شهر 9، ان شاء الله فالكم فال خير وفال ايجابي. فانا كنضمص الكارطه كثر لي هاد الورقتين اللي كتعني ردي بالك على الفلوس ديالك، ممكن يمشيو لك او يتسرقوا لك او شي واحد يدوخ عليك، فانتبهي. هذا الفال ديال صاحبه البشره السمراء، ما تنسيليش لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات ومشاركه رابط القناه مع الاهل والاصدقاء ديالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم. نشوفوا الفال ديالك يا السمراء، متزوجه مطلقه ارمله عازبه، عندك حبيب او ما عندكش حبيب. كيعاودوا يطيحوا لي جوج الورقات، عندك اتصال هاتفي، وهذا الاتصال الهاتفي غادي يكون من اجل انك تقومي
بحاجه غادي تقضيها، يعني غادي يكون عندك تحركات كثيره لما يتصل بك هذا الشخص هذا ولا هذه السيده هذه، من اجل انك تخرجي تقضي الاغراض ديالك، وغادي يكون عندك خروجات كثيره جدا. فان شاء الله فالك فالخير يا السمراء. هذا فال السمراء، هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك على اوراق او شهادات او ملفات، وكتفكري في طاقات روحانيه، اما انت باغا ديري طاقات روحانيه، اما راه كاين اللي كيدير لك هذا الاسبوع طاقات روحانيه. هنا ياتيك الله بهذا الحنطي، يعني اللي عندها السمراء اللي عندها الرجل الحنطي، فانت غادي تفوزي بالحب ديالو هذا الاسبوع. اللي هي كتسال على الاوراق الخاصه بالسفر او بالبلد البعيد، اللي كتسال على مثلا فيزا، جواز سفر، اقامه، جنسيه، فالامور جد ممتازه وعندك عليها اعلام الفرح. واللي هي على برا، انتبهي كاين البعض فيكم اللي عندها سحر، كاين البعض فيكم اللي عندها سحر وسحر قوي، خصوصا هذه اللي عندها الابيض. كما قلنا، كما بان الحنطي كيشوف لك العتبه، كيبغي اولاده، الا كانوا عنده اولاد، ولا ما كانوش عنده اولاد راه باغي الاولاد. هو شي شويه مقلق هذا الاسبوع، كانه مريض او عيان او عنده مشاكل ماديه. هذا الحنطي عنده غيار مع الاهل ديالو، مع الام ديالو او الاهل ديالو، عندهم غيار، عندهم مشاكل، غادي يوقع صداع بخصوص مناسبه. يعني هذا الحنطي هذا غادي يكون عنده غيار مع الاهل ديالو بخصوص مناسبه. وكاين اللي عندها الحنطي مطلقه وكتقول واش كاين رجوع، هو باغي الرجوع ولكن الاهل ديالو ما باغينش، الاهل ديالو ما باغينش انك ترجعي ليه. وهذا الحنطي هذا كيبغي دارو، كيبغي ولادو، مغير، ما عجبوش الحال، عنده مشاكل ماديه، واللي كتنتظر رجوع من هذا الحنطي هو باغي يرجع لك، ولكن الام او الاهل ديالو الاسره ديالو ما باغينش. الحب كاين، كيبغيك وما باغيش يخسرك، باغي يستمر معك. وبالنسبه اللي كتسال على الابيض، فالابيض مازال غادي يتصل بك، كيفكر في الاتصال. هذا الابيض هذا عنده حوايج كثيره باغي يقولها لك بخصوص الحاجات الماديه، غادي يقول لك اخبار جديده اللي ما عمرك سمعتي منه. هذا الاسمر هذا، هذا الابيض هذا، وهذا الابيض هذا راه كاين اللي كيدير لك سحر معه، كاين اللي كيدير لك سحر، خصوصا قلنا اللي هي مغتربه. انت كتفكري هذا الاسبوع بالفلوس بصفه كبيره، يعني همك على الحاجه الماديه، كتفكري في مبالغ ماليه كثيره. وقلنا الا كتسالي على هذا الابيض واش كيبغيك ولا ما كيبغيكش، راه كيقلبو ومازال في الخط ديالو، ولكن كاين طاقات سلبيه وكاين اللي باغي يفرق بيناتكم، خصوصا المغتربه. وهذا الابيض هذا كاين فيكم اللي شك انه مع مراه اخرى، ففعلا راه كيشوف المراه اخرى، واخا كيبغيك مراه اخرى كدير ليه الجلب. وبالنسبه للاسمر، فهنا كيبان لي الاسمر رد عليك بالظهر، بالجسم ديالو، ما كاينش معاك بالجسم ديالو، كانه ما بقاش كيعيرك اهتمام. هاد الاسبوع ما كنشوفش الحب. هاد الاسمر كيشوفك انتي ماديه، كتبغي غير الفلوس، ما كتعطيهش حب ولا حنان، فهاد الشيء كيخليه يفكر انه يتفارق معك او يبعد عليك. وحتى الا بقى معك، يعني ما غاديش يعطيك اهميه، ما غاديش يكون كيبغيك، يعني غادي يمشي يقلب على
جهة أخرى، واخا هو ماشي من النوع اللي كيبغي يعني يتعاشر مع أكثر من بنت، هو ماشي طبيعته هذه، ولكن يقدر يهجرك ويعيش بوحده على أنه يبقى معك، لأن همك الواحد هو المادة. هذا الأسبوع كنهضر سواء كان حبيب أو كان زوج، فقط هنا كتبان لي اللي عندها الأبيض الناحف، فهو كيشوف لك بحب وباغيك وعندك معاه حظوظ، ولكن انتي رد عليه بالظهر، ما عطياهش وقت، ما عطياهش أهمية، وهذا الأبيض الناحف هذا كيموت عليك وكيبغيك، واللي كتنتظر مكالمة هاتفية من عند الحينطي غادي تدوز واحد المدة، يعني في أواخر هاد الشهر عادي يعيط لك، عادي يكون اتصال منه. انت راعي عليك هاد الاسبوع العين والحسد بصفة كبيرة جدا، بصفة كبيرة عليك العين والحسد. فقلنا بالنسبة لكم البنات اللي كتجري ورا اوراق جنسية، فيزا، جواز سفر، ملفات، عقود، شهادات، فالامر عندكم ناجح عليه اعلام الفرح. هنا بالنسبه للبنات اللي هما مغتربات، راه عليكم السحر هذا الاسبوع هذا، خصوصا اللي هي مع البيض، راه عليكم سحر وسحر قوي. وقلنا هنا اللي عندها الحظوظ مزيانه هي اللي عندها الابيض الناحف، ولكن انت كنشوفك رد عليه بالدار كانه لا يعني لك شيئا، وكيبغيك وكيموت عليك هذا البيض الناحف. اما الابيض عريض الكتاف فهو كاين في الطريق ديالك وكيشوف لك، ولكن كاين سحر، كاين اللي كيبغي يفارقكم، وكاين اللي كتشك في هذا الابيض ايه راه عنده طرف ثالث، وكاين فيكم اللي الابيض عريض الكتاف راه غادي يقول لك حاجه مهمه بخصوص شيء مادي، ومازال غادي يتصل بك وغادي يقول لك اخبار جديده. انتي معرضه للسحر هذا الاسبوع، معرضه للعين والحسد هذا الاسبوع، عين وحسد قوي عليك. هذا الابيض هذا ممكن يخليك الاسمر، ودي انا تلفت صافي تقلوا لي الخيوط. فقلنا هنا الاسمر رد عليك بالظهر وما بقاش كيبغيك، لانك مهمله ما كتعطيش الحب والحنان، كيشوفك ماديه بزاف باغيه غير الفلوس، هذا الشيء هو غادي يخليه يبعد عليك. ممكن يشوف مرأة أخرى، واخا هو ماشي من النوع قلنا اللي كيمشي مع مرأة وجوج وثلاثة، لا ممكن يخليك ويعيش بوحده، تيقول اللهم نعيش بوحدي ولا صداع. فردي بالك اللي عندها الأسمر، بغيتيه ديري هكا وهكا، شوية مادة وشوية عاطفة، ماشي تاخدي تاخدي وما تعطيش. كنقول لكم أخذوا عطاء، خذوا وعطيو، عاوتاني ماشي تبقي تعطي تعطي، وعاود ماشي تبقاي تاخدي تاخدي 50-50. هنا قلنا الحنطي راه كيشوف لك وكيشوف العتبة، هاد الحنطي هذا راه كيبغيك، اللي عندها الولاد راه كيبغي ولادو بزاف، واللي ما عندهاش راه باغي الأبناء. وكنشوف هنا اللي هي كتشوف على الرجوع، فهو باغي الرجوع بقوة، ولكن الأم ديالو أو الأه ديالو ما باغيينوش باش يرجع لك. وبالنسبه للبنات اللي داخل في حياتهم شي حد، او هما هاد الحبيب ديالهم كيف ما بغى يكون اللون ديالو، بقاو تنتبهوا هاد الاسبوع هذا، هاد الاسبوع السمراء، انتبهي انتبهي من الحبيب ديالك، انتبهي من الزوج ديالك. هنا قلنا السمراء مع السمر ما تبقيش يعني تاخدي تاخدي بلا ما تعطي، كنقول لكم هنا جلفال وكيقول لكم فعلا ما تبقاوش غير تعطيو، وعاود ما تبقاوش غير تاخدو، هيا دي بنت، واخا قلتها لكم قبل هيا دي بنت، يعني ما تكونيش ساذجة ومعطاءة وخدومة أكثر من اللزوم، وعاود تاني ما تكونيش كسولة وما كديري والو، ما كديريش الواجبات ديالك تجاه الزوج ديالك وكتبغيه هو عاود تاني يعطيك. فهذا كان الفال ديالك يا سمراء، تهلاو في رواحكم، كنتمنى لكم الصحه والسعاده وطول العمر. كيف دائما كنقول لكم ما تخدموش الاخر على مصلحه نفسكم، كنتمنى لكم تحقيق جميع الاهداف ديالكم. الى اللقاء، كنبغيكم.